مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. النهاردة طبعا احنا في برنامج ماما شادو عاملين يوم مميز على اساس طبعا بنحتفل بعيد الام، فعاملين احتفالية كده يعني بسيطة. وطبعا عايزة اهني كل ام ضحت وتعبت علشان خاطر ولادها يبقوا متميزين وعشان خاطر ولادها ينجحوا في حياتهم، وخاصة كل ام عندها طفل من ذوي القدرات الخاصة. كل سنة وكل ام طيبة، كل سنة وكل ام ضحت وتعبت وشقيت علشان توصل للحظة جميلة او علشان تفرح اولادها من ذوي القدرات الخاصه. فطبعا انا سعيده جدا ان انا عامله الحلقه دي حلقه خاصه، ومعايا ضيوفي طبعا جمال جدا، ام شقيت وتعبت عشان خاطر اولادها ذوي قدرات خاصه، متحدين اعاقه بصريه، وعملت كل ما في وسعها عشان توصلهم لبر الامان. فطبعا انا بحيي قوي السيده دي، وفي نفس الوقت بحيي كل ام بتتفرج علينا في برنامج ماما شادو بمناسبه اليوم الجميل ده. وحابه اهدي لكل ام نفسها تسمع صوت ابنها بعض الكلمات. طبعا انا مألفة الكلمات دي واتمنى ان هي تعجبهم. ابني وحبيبي هنا، ابني وحبيبي هنا، محرومه من صوته انا، بتمنى يجي اليوم عليه وصوته يملى الكون غنى، ينده يقول يا ماما بعد حرمان السنين، لسه في عندي أمل مش بس شوق وحنين، ليل ونهار دعيت أسمع كلامه وضحكته، وأشوفه نجم عالي تتملى عيني برؤيته، وكتير معاه لفيت على باب الأمل دقيت، وصبرت واستنيت وبفرحتي غنيت. إن شاء الله كلنا يا رب كده، وكل الأمهات اللي محرومة من صوت ولادها تسمع كده صوتهم، وربنا ما يحرمش حد أبدا من صوت ابنه. طبعا عايزة أرحب بقى بضيوفي، وهتستمتعوا جدا طبعا بحبيبي أحمد اللي هو متحدي إعاقة بصرية، ويعني بطل كاراتيه وموسيقار المستقبل زي ما هو مسمي نفسه، عمار الشريعي. برحب بيكي يا مدام فاطمه، استاذه فاطمه المصري مامه احمد. برحب بحضرتك منوره البرنامج. ربنا يخليك. وبرحب باحمد محمد جابر. طبعا انت غني عن التعريف يا احمد، لان انت متميز وجيت معانا حلقه قبل كده. طبعا بطل جمهوريه في الكاراتيه، وبتدرس في دار الاوبرا او في اكاديميه الفنون في المعهد العالي للموسيقى العربيه، فانت متميز يعني فنيا وتعليميا، فما شاء الله عليك. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بحضرتك. منورة يا مدام فاطمة. طبعا النهاردة احنا عاملين حلقة خاصة علشان عيد الأم، علشان كل الأمهات اللي هم بيمروا بظروف صعبة، أو إن هم عندهم أولاد من ذوي القدرات الخاصة، ياخدوا مننا كده بريق الأمل علشان يقدروا فعلا يبقوا قويين ويقدروا يكملوا بقلب. فتحبي النهاردة بقى تقول لنا إيه، وخاصة يعني النهاردة يوم جميل، بس قبل ما تقول لنا رسالة ليهم، قولي لنا احكي لنا عن تجربتك، ان انت عندك اولاد يعني مش احمد بس كمان يعني كف بصر، لا ده انت عندك كمان بنت تانية، ازاي قدرتي تكملي وازاي ابتديتي القصه الجميله بتاعتك؟ ابتديتها ميرنا، ربنا رزقني بميرنا الاول، وما كنتش اعرف اي حاجه عن البرايل ولا عن المدرسه المكفوفين. عندها كام سنه ميرنا؟ ميرنا دلوقتي في كليه الاداب الفرقه الثالثه قسم تاريخ. كف بصر برضو؟ ضعف نظر. فروحت بقى المدرسه وتعلمت البرايل، وبدات بقى معاها واحده واحده لغايه لما اتعلمت الحمد لله، ولغايه لما وصلت بقى دلوقتي للكليه. دلوقتي بقى ببدا بقى مع احمد برضو اتعلم البرايل، وبعدين لقيت عنده موهبه بقى في العزف. يعني حضرتك رغم ان عندك ميرنا ومع ذلك برضو حاولتي تجربي تاني، وقلتي ما خفتيش تجربي تاني؟ ما علشان انا جبت ميار، فميار كانت طلعت الحمد لله كويسه، فما كنتش اعرف بقى ان ممكن يجي حاجه تانيه كده. فالحمد لله ربنا رزقنا باحمد، والحمد لله مفرحنا دايما، وربنا يخليه. وفيه قوي يعني البسمه الجميله اللي على وشك دي، ممكن نسميها بسمه الرضا، يعني ربنا سبحانه وتعالى فعلا بيمن علينا ويرزقنا بنعمه الرضا، وده اجمل حاجه ممكن فعلا تكون، دي من عند ربنا هديه لينا. واكيد ربنا اكيد بيعلي درجات حضرتك، واي ام ذوي قدرات خاصه اكيد لها درجه عاليه الحمد عند ربنا. لله والله هم كويسين، وساعات مش بحس والله ان هم فيهم اي حاجه، الحمد لله يعني، وربنا يخليهم لي يا رب. وتعلمتي برايل مخصوص علشان؟ اتعلمت برايل لما ميرنا دخلت المدرسه علشان اعلمها، وتعلمت وعلمتها والحمد لله. احمد ضحك عليكي ولا جاب لك هديه؟ لا لسه هيجيب لي هديه في عيد الام. ضحكت على ماما يا احمد ولا لسه؟ لا والله باذن الله اجيب لها هديه. يعني انت النهارده انا اللي بشجعك تجيب لها هديه، انت ما جبتش حاجه لسه. بص يا احمد، انت بقى محضر لنا ايه النهارده عشان عيد الام؟ أغنية أمي سم أمي. طب أسمع بقى، نسمع الجمهور بقى، اتفضل.
تحفه بصراحه، جميله، تسلم ايدك. ماما شكرا. بتساعدك في ايه بقى لما بتشتغل على البيانو؟ بتحاول اللي هي تساعدني، تسمعني النغمه صح، تغني معايا عشان اعرف يعني اطلع الاغنيه لحنها مظبوط. يعني انت بتحفظ سماعي؟ ايوه صح كده. يعني برضو ماما لها دور جميل في حياتك، ان هي بتساعدك ان انت ازاي تسمع الاغنيه، او تعمل ايه تاني ماما معاك؟ طبعا امي بقى بتساعدني، وطبعا بتساعدني في الكاراتيه مش في الموسيقى بس، بتساعدني في حاجات، بتوديك بقى وتجيبك وكده. ايوه. لا احمد مش ناكر الجميل يا منافع. ربنا يخليكي ليه، كل سنه وانتي طيبه، وكل سنه وانتي منوره، حياتك طيبه، وكل سنه وانتي طيبه برضو. يخليك. يا احمد انت محضر لي ايه تاني بقى، اغنيه تانية عشان عيد الام بقى؟ امي يا نور بيتنا. طب نسمع بقى. الله، جميله يا احمد، تسلم ايدك بصراحه. بقول لك يا مدام فاطمه بقى، بمناسبه يوم عيد الام النهارده، احنا طبعا بنحتفل بيه في البرنامج، تحبي تقولي ايه لكل ام لسه بتبدا طريقها مع ابنها من ذوي القدرات الخاصه؟ بقول لها ابدأي معاه وتعبي شوية، وإن شاء الله تشوفيه أحسن واحد في الدنيا، بس لازم لما تلاقي عنده أي موهبة لازم تنميها له، وتغيري الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية، وتخليه لو بيحب الرياضة تنميها له وتوديه، لو بيحب الموسيقى برضو، أي موهبة عنده شايفاها لازم تنميها له وتتعب معاه، وإن شاء الله ربنا يعني هيديها على قد تعبها دوت. أكيد. في عقبات قابلتك وأنت بتجري مع أحمد بقى، في سواء بقى مدرسة، سواء المعهد بتاع الموسيقى العربية اللي بيروحوا، إيه العقبات اللي بتقابلك؟ لا ما فيش عقبات بتقابلني، يعني أنا أي حاجة بشوفها مناسبة لأحمد بوديه فيها يعني. لكن ما فيش عقبات بتقابلني يعني، الحمد لله. الدنيا الحمد لله، ربنا الحمد لله كلامك بسيطه وجميله، وانا عارفه كمان حضرتك بتكتبي الميرنا على الكمبيوتر وبعد كده تحولي لها لبرايل، يعني ازاي بتعملي الحاجات دي؟ ميرنا في الكليه يعني الكتب بتاعتها بتبقى مبصر يعني بالكتابه العاديه، وساعات بيبقى فيه مذكرات وكده اهوت، فعشان تتحول برايل لازم تتكتب الاول وورد على الكمبيوتر. فساعات بقعد اكتب لها بقى، اقعد ليل ونهار اكتب لها علشان اودي مكان يطبعوا لها المذكرات ديت او الحاجات بتاعتها. بس ده مجهود يعني كبير قوي عليكي بصراحه ان انت تكتبي. الحمد لله، ربنا بس يقويني واكمل معاهم ان شاء الله. بجد انا فخوره جدا بحضرتك، وان انت يعني عندك بدل طفل متحدي عقبة طريقة، لا ده انت عندك اثنين ومع ذلك صبره وراضيه وحمده ربنا، وبجد نموذج مشرف لله. فعلا لاي ام عندها طفل من ذوي القدرات الخاصه. ربنا يخليك، الحمد لله رب العالمين. ما حضر لي ايه تاني بقى يا احمد؟ فتفاجئنا بايه دلوقتي؟ بأغنية أم براو. طب نسمع بقى، طلعنا يعني بره عيد الأم بقى دلوقتي. طيب اتفضل. Thank you.
برافو عليك. شكرا. ان شاء الله انت عمار الشريعي المستقبل باذن الله. حبيبي بشكرك. احنا طبعا يا مدام فاطمه في البرنامج بقى النهارده عشان احتفاليه عيد الام بنقدم لك الدرع ده هديه من برنامج ماما شادو، وكل سنه وحضرتك الدرع ده يا جماعه طبعا بنهديه للاستاذه فاطمه محمد المصري والده احمد محمد جابر. كل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه كده وانت جميله واحمد جميل. في نهايه الحلقه طبعا بشكر حضرتك شرفتينا، وبشكرك يا احمد، وكل شكرا. سنه وانت طيب وماما طيبه. وحضرتك طيبه حبيبتي. في نهايه الحلقه بشكركم واشوفكم في حلقه جديده من ماما شادو.